سلام الله عليكم وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة معكم كما العادة حاتم المراد. قبل كل شيء كنبغي نعتذر لكم بزاف على الفيديو السابق، الفيديو اللي حطيت لكم في الصباح على المطار ديال الجزائر، المطار اللي كاين في الزريبة. مع الأسف ما انتبهتش لواحد النقطة مهمة جدا في الإعدادات ديال الموسيقى اللي كنديرها في الخلفية. كانت الموسيقى شوية مزعجة فكنعتذر الناس اللي برزتاتهم، وشكرا على أن الأغلبية تفهم هذا الأمر هذا، وراني عارف بان هذه القناه مهمه بالنسبه لكم، ورغم الاخطاء كتصبروا معنا، غيصبروا معنا اخوتي الاعزاز باش تعرفوا بانه ما عندنا لا طاقم، ما عندنا لا فريق عمل، لا والو، اخوكم تيضرب بوحده، وبعض المرات كيوقعوا الاخطاء وجل من لا يسوء. حلقه اليوم غنشوفوا فيها ثلاثه الاجزاء، الجزء الاول التصبين الفعل التركه ديال عمر هلال، ولكن النقطه اللي كتهمني في هذا الموضوع هي علاش عمر هلال كيرد على الجزائر، علاش مثلا هذوك المغاربه اللي تيقولوا لنا علاش كتديروا القيمه للجزائر وعلاش كتردوا عليها، اذا علاش عمر هلال تيرد عليها؟ غادي نناقشوا هذا الموضوع هذا بالتفصيل ديالو، وغنشوفوا الصفعه من طقطق حتى السلام عليكم. غنشوفوا ايضا كيف الكاف تبتزوا الجزائر، كيفاش عاوتاني جابت لهم شبيه قصبة لتحكيم المباراه المقبله ديال الجزائر امام غينيا، وغنختموا بواحد المشهد موديل، واحد المشهد كياكد الانبطاح الجزائري لكل ما هو فرنسي. جابوا واحد المسؤول فرنسي للجزائر وبداو كيشطحوا ليه وبداو كيديروا ليه الموسيقى، فيديو فضيحه فضيحه بجماجم، الجماجم اللي مازال كنذكروا ان هذوك الجماجم ديال الشهاء هذا راه مازال كاينين في المتاحف، وهما مصدعين لنا راسنا حنا المغاربه، بلاص ما يصدعوا راس الفرنسيين ويشوفوا هذوك الجماجم يلقاو لهم شي حل، بدا مزيان معانا. المغرب استرجع جمجمه ديال التمساح عندها اكثر من 65 مليون نسمه، والجزائر ما قدرش تسترجع الجماجم ديالها ديال 132 سنه ديال الاستعمار. السفير المماثل الدائم للمغرب لدى الامم المتحده عمر هلال واجه نظيره الجزائري بانشغال بلاده المرضي بالصحراء المغربيه، مبرزا ان لجنه ال 24 تتداول بشان العديد من القضايا، غير انه لم يتطرق سوى للصحراء المغربيه ولم يتجرأ على التحدث عن القضايا الاخرى. وفي رده على ادعاء السفير الجزائري ان بلاده تنتظر بفارغ الصبر تسويه قضيه الصحراء واسباب تكرار طرح هذا السؤال خلال اشغال اللجنه، قال السفير المغربي ان الجزائر هي المسؤوله عن تجميد جهود حل هذا النزاع الاقليمي، مشيرا الى ان الزمن توقف عندها في العام 91 900 و1000 بشأن خطة التسوية. عمر هلال نبه إلى أن الجزائر لم تساي تطور العالم ولم تعاين سقوط جدار برلين وتغض الطرف عن 107 بلدان تدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي وعن عدد القنصليات التي تم فتحها في مدينتي العيون والداخل المغربيتين. كما أن الجزائر يضيف المتحدث لم تدرك أن مجلس الأمن انتقل من خطة التسوية إلى الحل السياسي الذي يستدعي التفاوض بين كافة الأطراف. وبخصوص إشارة السفير الجزائري إلى الانتقائية في حق تقرير المصير، أكد هلال أن الشعب القبيلي ينتظر تقرير مصيره منذ أزيد من 150 عاما، في المقابل تصر السلطات الجزائرية على إرهابه وسجنه وحرمانه من حريته وأبسط حقوقه المشروعة. وفي سياق إماطة اللثام عن مسؤولية الجزائر في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، تابع هلال مساءلة نظيره الجزائري حول تورط بلاده في عرقلة العملية السياسية بإيواء وتسليح وتمويل والترويج دبلوماسيا لحركة انفصالية إرهابية، مؤكدا أن الجزائر هي من اقترحت على المبعوث الشخصي السابق جيمس بيكر تقسيم الصحراء المغربية بين المملكة والحركة الانفصالية الإرهابية في 2002. صراحة أنا كنحشم نظر مورا عمر هلال ونصر بوريطة، هاد الجوج ديال الأسود وتعطيو صلية للجزائر، تعطيهم زعما العصا التصفيق، أما كاين غير الصفعات. والمضحك في الأمر على أنه الجزائر في نفس الوقت، يعني دابا أنتم كتفرجوا في هذا الفيديو، الجزائر راه دايرين الفيستا على هذاك الممثل ديال الجزائر وفرحانين به، قال لك الجزائري يفحم عمر هلال، وحنا في نفس الوقت المغاربه تنقولوا المغربي يفحم هذاك الجزائر، يعني واحد فينا غلط، يا اما حنا يا اما هما، وراكم عارفين شكون اللي غلط، حيت هما اصلا مدخلين نيفهم في واحد الموضوع بعيد عليهم. ولكن صراحه الكلام ديال عمر هلال ما يمكنش بقى ندير ليه التحليل وبقى نقول لكم قال وما قال، يعني داك الشيء باين، اما كاين غير البندره، بندرهم الضربه الاولى الضربه الثانيه، جبد لهم القبائل قال لهم نتوما عندكم الدعم العربي وخنتوا هذاك الدعم العربي وكتسافروا على ود البوليزاريو ما ديتوهاش في فلسطين ظالمه او مظلومه، الصوارخ اما كاين غير الصوارخ يجدك. انا هادشي كامل تعجبني ان اي مسؤول يصفع الجزائر ويرد الجزائر. حنا دائما نذكر على حنا في حاله الدفاع عن النفس، الجزائر من دون هذوك القضايا كاملين ممشات غير القضيه التي تهم المغرب،
يعني هذيك الخزعبلات ديال دعم الشعوب في تقرير مصيرها هو ما مبدأ ما والو، ما خصكمش ديروه بالدستور، لأنكم كتدعموا الوهم فقط، أما الشعوب الأخرى ما كتدعموهاش، والدليل على أنكم كتكلموا غير على البوليزاريو فقط، لا تتكلموا على أي شعب غير مثلا الشعوب اللي بغات تستقل من عند فرنسا واللي كتعتبرهم فرنسا حاليا فرنسيين. كاين بزاف ديال الشعوب باغات تستقل، ما عمرنا سمعنا الجزائر كتدعمهم. كاينه ترينكا ديال الشعوب في افريقيا باغات تستقل، حتى شي واحد ما تيدعمهم لا في الجزائر لا في جنوب افريقيا. المهم انا اللي كيهمني من هذا الرد الذي زلزل الجزائر، خاصه عاوتاني من النقطه ديال القبائل، قال لهم 150 عام والناس باغين يقرروا المصير ديالهم، وانتم مصدعين لنا راسنا بواحد الحفنه ديال المرتزقه وديال الارهابيين ديال البوليزاريو. المهم داكشي ناضي عمر هلال تبارك الله عليك. انا بغيت ناخذ هذه المداخله ديال عمر هلال وغادي نديروا ليها شويه ديال التحليل في واحد الجزئيه كتهمنا. كاين بعض الاصوات اللي خرجوا لنا مؤخرا، وصراحه ماشي مؤخرا، تقريبا هذه واحد 6 اشهر واحد عام تقريبا، الاصوات اللي تيقولوا لنا ما تبقاوش تردوا على الجزائر، خليوا الجزائر يديروا ما بغاو، ما تبقاوش تردوا عليهم كتعطيهم القيمه. دابا انا هاد المداخلات ديال هاد الناس هادو بغيت نعرفهم اليوم وما تسمعوا لعمر هلال ولا السيد ناصر بوريطة هو كيصب الجزائر وتعطيها الراس. واش عرفتوا المعنى ديال ممثل المغرب في الامم المتحده يقول هذاك الكلام القوي بهذيك النبره وبهذيك الطريقه؟ واش عرفتوا شنو المعنى ديالها؟ راه هادشي كيدار غير مع الدول العدو، يعني تيكون بين بلدين بيناتهم العداوه. ودابا حنا بغينا غير نعرفوا واش عمر هلال خاصو يرد على الجزائر ولا تا هو خصنا نطبقوا عليه نفس الكلام؟ لا ما تردش على الجزائر، هادوك غير سفهاء، هادوك لا قيمه لهم، ما تهبطوش المستوى ديالهم، راكم كديروا لهم الاشهار. دابا السيد عمر هلال فاش جاوب على هذاك الممثل ديال الجزائر، واش دار لي الاشهار؟ واش رفع لي من القيمه ديالو؟ واش المملكه المغربيه زعما غادي تضرها هاد المداخله ديال السيد عمر هلال على انه تكلم عن الجزائر؟ واش العالم غادي يقولوا لهم لا هبطوا النيفو؟ اش هاد الكلام اخوتي المغاربه؟ انا بطبيعه الحال لا اوجه الكلام ديالي للمهبطين، المهبطين دايرين مناعه وخدامين كيشتفوا على بوصله. حنا هاد الفيديو دائما او هاد الفيديوهات دائما نامل ان توصل الناس اللي باقين متشبعين بالاسطوانه ديال خاوه خاوه، الناس العميقين والفهاماتورز اللي صدعوا لينا راسنا ما تبقاوش تجاوبوا الجزائر، ما تبقاوش تردوا عليها، نخليوها تسبنا، نخليوها دير الهجومات الارهابيه، نخليوها دير اللي بغات، المهم حنا ما نهبطوش النيفو. دابا السيد عمر هلال شنو غتقولوا ليه؟ غتقولوا ليه حتى هو ما كانش عليك ترد عليهم؟ اللي كيهاجم على المملكه المغربيه خاصنا نردوا عليه. راه المعنى ديال اليد الممدوده راه كيتفهم غلط من بزاف د المغاربه. راه الملك منين تيقول اليد الممدوده راه تيقولها في واحد الاطار ديال الملكيه معروف تاريخيا، ما يمكنش يتكلم بنفس الكلام ديال بوحجره، ما يمكنش يتكلم بنفس الكلام ديال الوزراء او ديال الرؤساء. النظام الملكي خاصو دائما يكتب التاريخ ديال الملكيه في المغرب. فاليد الممدوده ما كتعنيش بانها صافي سايبه، بان الجزائر نخليوها دير اللي بغات، تهاجمنا دبلوماسيا حنا بقاو ساكتين. دابا هاد السيد عمر هلال راه محسوب على الملك نصره الله وايده. دابا هو هاد السيد عمر هلال واش من راسو ناض هاجم الجزائر ولا عنده واحد الخريطه الطريق؟ من الممثل ديال شي دوله فلانيه كيدير هكا اشنو كنديروا معاه؟ منين كيهاجمنا اشنو كنديروا معاه؟ هو صحاب خاوة خاوة فيقوا معنا، والفهماتورز والعميقين والناس الكيوت، والجزائر دولة وشعبا وكتهاجمك على كل المستويات، دبلوماسيا ثقافيا اعلاميا رياضيا على كل المستويات، وانت كتقول لي ما تبقاوش تردوا على الجزائر. وسيروا قولوا للسيد عمر هلال ما تبقاوش ترد على الجزائر وبقى ساكت. هما يهضروا على الصحراء الغربية ويدوزوا الاكاذيب والهرطقات وحنا بقاو ساكتين اليوم. ولكن عجبتني احسن نقطة عجبتني هي ديال الدول العربية داروكم باش تدافعوا على فلسطين وعلى القضايا ديالهم وانتم كتدافعوا على البوليزاريو. وتاني احسن نقطة عجبتني ديال الاسد عمر هلال هي ديال 150 سنة ديال جمهورية القبائل المحتلة اللي كنتمناو انها تقرر المصير ديالها عن قريب. صراحة بديت كنشك انا براسي بان لقجع داير ما بغا في الكاف وخاطف الكاف وتيهجم على الجزائر. الجزائر في هاد الايام منوضة حالة على واحد الحاكم جديد ولينا غنسميو بشبيه قاسم، كانوا منوضين حالة على قاسم دابا خرج ليهم شبيه قاسم. وصراحة هذه مقصودة. المباراة التي ستجمع بين الجزائر وغينيا في المملكة المغربية إن شاء الله، الكاف دارت للجزائر واحد الحكم مثير للجدل، حكم تيكرهوه الجزائريين أظن تيكرهوه أكثر من الكرة ديالو من قاسم، الحكم بيير غيزلان أتشو.
هو اللي غنبداو نسميوه بشبيه قاسم، هذا هو الحكم الذي سيدير المباراة الجزائرية المقبلة ديال المنتخب الأول. هذا الحكم هذا كان في المباريات ديال الجزائر في الكوت ديفوار كان هو الحكم ديال الفار، وتقريبا كاع المحاولات اللي كان خاص الحكم يمشي فيهم الفار ما مشاش ليه وما عيطوش ليه كاع وما علموش كاع بانه كاين شك وخلاو المباراة كتلعب. شي خمسة ضربات الجزاء مشكوك فيهم، خاص الحكم ثلاثة في هذوك ضربات الجزاء يمشي للفار ما مشاش للفار، يعني هاد اتشو هذا قاص الجزائر وكان بغا تخسر، وفعلا تقصات في إهانة كبيرة كرابع المجموعة مع من؟ مع بوركينا فاسو، أنغولا وموريتانيا. موريتانيا اللي ربحتهم بواحد الزيرو لأول مرة كتربح في حياتها في كأس إفريقيا وكتأهل على حساب الجزائر. هاد شبيه قاسما تم التعيين ديالو غير مؤخرا، والجزائر كاملة مقربلة كل شيء، سعار كبير من الجزائريين على كل المستويات على هاد الحكمة. قال لك صافي هادي خطة مقصودة مرة أخرى باش يقصيو الجزائر. ديك المرة داروا ليهم هاد أتشو هاد شبيه قاسما في الفار، دابا جابوا ليهم أتشو في المباراة ديالهم كحكم رئيسي. والمشكلة الكبيرة في ناي، المشكلة الكبيرة هو أنه الجزائر أو الاتحادية الجزائرية دارت بهذا الحكم أتشو شبيه قاسما، دارت به بلاغ ديال التنديد ودفعاته للكاف فاش كانوا في المسابقة ديال كوت ديفوار. رغم ذلك الكاف كتجيب لهم هذاك الحكم اللي تشكوا منه واللي تبروا منه، جابتوا لهم حكم رئيسي. هذه مقصودة يا جدك، وأنا كنقصد على أن القجع فعلا خاط في الكاف ورابطه مع شي شجره هي موت سي بي وكيتحكم فيهم. المهم الجزائريين غيبقاو يهضروا على الفار وغيبقاو يهضروا على هاد شبيه قاسما عاوتاني حتى لكاس افريقيا المقبله، واي حاجه غتوقع اليوم غيقول لك راه التحكيم في الكاف وفوزي لقجع 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 خاط في الكاف وخاط في موت سي بي. هو صراحه راه تفرجنا في المباريات ديالكم خاصه المباراه ديال موريتانيا ولا انغولا تاي ولا حتى بوركينا فاسو، ثلاثه المباريات اللي لعبتو كنتو عيانين، ما كنتو زعما محتاجين لضربه جزاء باش تربحوا. كان ممكن تربحوا المباريات بجوج لزيرو بثلاثة لزيرو ما ربحتوش، يعني تحكيم ما مشاش الفار ولا مشى الفار، هادو مجرد تفاصيل صغيرة. وكيف ما قال فوزي القجع على ديك القناة المصرية، يعني كيكون خطأ، الخطأ وارد جدا، وارتكبت بزاف الأخطاء ضد المنتخبات بحال المنتخب ديال كوت ديفوار وربح كأس إفريقيا. نتوما ما درتو حتى شي محاولات، ومع موريتانيا صراحة ما كنتوش محتاجين ضربة جزاء باش تربحوا واحد المنتخب زعما مغمور جدا، مع عمرو ربح، مع عمرو سجل، ومع عمرو تأهل وربحكم نتوما بواحد زيرو. المهم ما كاين غير دايما دموع، وتحيه لفوزي القجع اللي كيدير هادشي وكيرونهم، ما عرفنا واش هو ولا ماشي هو، المهم شي حد وسط الكاف مرول الجزائر، وهذه مقصوده برك برك برك. وعلى فضيحة وتشوفهم في المواقع وتقول صافي هنا نبات، هادو مشوكر، عفوا هادو ما تقاشر لافلي، ولكن على ارض الواقع ديري الموسيقى وتشطحوا لهذاك العمدة الفرنسي ديال مدينة مارسيلي. بالمناسبة العمدة الفرنسي اللي استقبلو هذاك الرئيس اللي ما عنده ما يدير عبد المجيد كدبون بوحجرة، وقال لي اجي ندير انا وياك جلسة، وجلسوا ويا تقريبا شي خمسة سوايع، وقيل حتى هو راه تيقول لي راه المروك حقرنا ورا كنصابوا الحليب بالبودره كيف ما دار مع انطوني بلينكن ديال وزير خارجيه امريكا. المهم عمده فرنسا مارسيليا، فرنسا اللي بالنسبه ليهم هي المستعمر وهي اللي قتلت فيهم كما يقولون، حنا ماشي نقولوا والو هما اللي تيقولوا، قتلت فيهم الملايين وعذبات واغتصبات ودارت وفعلات، ومازال لحد الان عندها الجماجم ديالها في المتاحف ديالها. شوفوا شنو كيديروا العمده فرنسي جاي الجزائر، بحال جاي عند دار با تمايا ودير لي الموسيقى ودير اللي تمايا مقوال ويديروا لي الهديه. وهذه راه من التقاليد ديال الجزائريين، فرانسوا هولاند، ساركوزي، كاع الرؤساء ديال فرنسا اللي مشاو للجزائر كيجيبوا لهم الفتيات وكيجيبوا لهم الموسيقى وكيبداو يغنيو لهم وكيرحبوا بهم، كيستقبلوهم استقبال الفاتحين. راه حنا واقيلا اللي استعمرناهم 132 سنه، حنا اللي اغتصبنا لهم الامهات ديالهم والجدود ديالهم، حنا اللي عذبناهم، حنا اللي سرقنا لهم الثروات ديالهم، حنا اللي محتفظين بالجماجم، حيت هاد المعامله اللي كيديروا مع الفرنسيين انا ما كتفهمش ليا صراحه. شعب في النشيد ديالو تيغني على فرنسا وتيكرهوا فرنسا، المهم هادشي اللي تيقولوا، وتيهضروا على الملايين ديال الشهاء هذا، وتيقولوا فرنسا لقد حان وقت العقاب. في الاخر كنشوفوا الرئيس ماكرون اللي كيجي للجزائر كيطبطب على كدبون وكيطبطب ليه، المهم راكم عارفين بلا ما نكملوا. كنشوفوا العمده ديال مارسيليا منين كيجي للجزائر كيضربوا ليه الموسيقى،
وكيغنيو ليه وكيشطحوا ليه. فرانسوا اولاند كذلك كيشطحوا ليه ويغنيو ليه بحال لو هما رؤساء الجزائر. نطرح عليكم واحد السؤال باش تفهموا علاش كنتكلم. دابا تصوروا معايا عمده ديال مدينه مغربيه او رئيس بلديه ديال شي مدينه مغربيه ولا شي عامل مشى للجزائر، واش في نظركم غيستقبلوا الجزائريين بالموسيقى ويديروا ليه مجموعه موسيقيه ويجيو يشطحوا ليه؟ ما يمكنش، واخا ما عرف شنو يوقع مستحيل تشوفها في الجزائر. يعني هنا كنأكدوا على ان الجزائريين كيعتبروا المغاربه هما اللي استعمروا ماشي فرنسا، لان فرنسا ها شنو تيديروا معها غير في المواقع فاش يبغوا يبينوا زعما راه مدابزين معها، ولكن على ارض الواقع تيحماقوا على فرنسا، تيتسطاو على فرنسا، كيستقبلوا العمده وعمده ديال المدينه في فرنسا يستقبل من طرف الرئيس، ومن الفوق يديروا لي الموسيقى ويشطحوا لي في الاحياء والناس تجمهر عليه، وبطبيعه الحال غيكونوا قالوا لي فيزا فيزا مسيو لو مير مسيو لو مير فيزا فيزا سيتو بلاي، غير ما بغاوش يصوروها خافوا المغاربه يضحكوا عليهم. الحاصل الجزائر كانت فرنسيه وستبقى دائما فرنسيه، حبيتو ولا كرهتو، او كما قال الرئيس بوحجره حب من حب وكريم من كريم. نكتفي بهذا القصف. الى وصلتي لهذه المرحله من الفيديو اكيد عجبك المحتوى، ما تنساش تخلي لايك، بارطاج مع الاصدقاء والعائله، وخاصه بارطاجيو مع اصحاب خاوه باش تعم الفائده ويفيقوا معنا شويه. كان معكم حاتم المرابط، السلام عليكم.